أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج في عين الحدث. مطالب التكس الأصفر، عودة اعتصامات التكس الأصفر. نفذ اليوم عدد من مالكي التكس الأصفر اعتصاما بالقرب من هيئة تنظيم النقل البري. لمناقشة هذا الموضوع استضيف معي في الاستوديو في هذه الحلقة من عين الحدث الأستاذ معاذ السريسي، رئيس لجنة تكسي عمان العاصمة. أهلا بكم. والأستاذ صدام أبو السندس، عضو نقابة أصحاب التكسيات، أهلا بكم. ومعالي الدكتورة لينا شبيب، وزيرة النقل السابقة، أهلا بك. وأستأذنك بدءا من معاذ، يعني لماذا عادت هذه الاحتجاجات أستاذ معاذ؟ السلام عليكم، ونشكركم أولا للاستضافة الثانية في هذه القناة. وسبب العودة اللي هو لسه المشكلة ما انحلت، لا زال للآن نفس المشاكل اللي من 13-11 السنة الماضية للآن قاعدين إحنا بنحل فيها. يعني في بطء بالإجراءات على أرض الواقع، تعليمات أخذت، قوانين وضعت، لكن آليات التنفيذ لسه ما لمسها سائق التاكسي. لسه في تغول علينا من شركات التطبيقات، تطبيقات للآن ما التزمت بالتعليمات، آلية الردع الموجودة على هاي التطبيقات لسه مش كافية لأنها تحطها يعني زي ما نحكي بخانة معينة أنها تقدر تلتزم بالتطبيقات. ففي قوانين ضعيفة، احنا عملنا مراجعة للطلبات اللي طلبناها من 13-11 وعودنا جددنا. ما هي مطالبكم في 13-11؟ والله مطالبنا كانت في 13-11 حدهم بأعداد، يعني أنهم يكونهم لهم أعداد معينة. كانت المركبات العاملة مع التطبيقات يعني وصلت ل40,000. التسعيرة كانوا هم يعطوا تسعيرة دائما أقل من التاكسي الأصفر، وهذا مخالف. يعني أنت بدك تقدم خدمة مميزة لازم يكون برضو في فرق عندك. يعني تعيين المركبات العاملة مع التطبيقات كان قبل حتى الجنسيات، مش جنسية أردنية. إذا أنت تدعي أنه هاي فرص عمل للأردنيين كان يشتغل يعني جنسيات أخرى، يعني سائقون على التطبيقات. الآن وقفت هاي. صدقا يعني إحنا لاحظنا على التطبيقات المرخصة الآن وقفت هاي المسألة. كانت يعني نمسك ولا ما أخذ السوري، المصري، العراقي، بالأخص إخواننا العراقيين، يعني جنسيات عربية. الآن ربنا الله بعد التراخيص والتصاريح وقفت تماما هاي المسألة. فهاي من الإشي اللي أنجز، لكن ظل التسعيرة مش ملتزمين فيها التطبيقات، الأعداد مش ملتزمين فيها التطبيقات. فإحنا لأجل هيك جددنا مطالبنا وطلبنا لجنة رقابية نكون مشاركين فيها، طلبنا يكون في ربط إلكتروني بين هيئة النقل وإدارة السير المركزية حتى نقدر نضبط الأعداد ونضبط الناس اللي عاملين معها. طلبنا تمييز هاي المركبات بطبعها على الجنب، طلبنا إعادة النظر في التعليمات والنظام الخاص بتطبيقات النقل الذكي، لأنه من خلال سنة كاملة اكتشفنا أنه العقوبات مش رادعة عليهم. مثال بسيط على المسألة، بعطي برومو كود أي تطبيق بكسب بهذا اليوم ما يقارب 20-30 ألف دينار من وراء البرومو كود اللي عمله، اللي هو العرض الترويجي. شو مقابل مخالفته؟ تسهيل جزء من الكفالة. جزء من الكفالة 5% أو 10%. كم هي الكفالة؟ لا يتعدى 50,000 كفالته. 25,000. لا يتعدى 5% أو 10% 2,500. يعني أنت بتسرق ولا مؤاخذة 20,000 وأنا ببري لك إياهم وبنظفهم ب2,500 أو 5,000. فهذا قانون غير رادع، مما أدى لهم تكرار. يعني حتى اليوم بعد أخذ القرارات اليوم نزلوا كمان برومو كود، يعني زي بيقولوا انه احنا مش شايفين حدا. فلاجل هيك احنا بنطالب تغيير النظام والتعليمات لردعهم وانهم يلتزموا بهاي القوانين المفروضة عليهم. يعني استاذ صدام، انتم اصحاب التاكسيات، ما بين صاحب التاكسي وما بين يعني العاملين على التكاسي، الشوفيري يعني السائقي التكاسي، المطالب تتقاطع، ولربما انتم يعني لستم مختلفين بالمطالب التي وجهتموها الى وزاره النقل وهيئه تنظيم النقل. يعني ما الجديد الذي حمله احتجاجكم اليوم والاعتصام الذي نفذتموه امام الهيئه وبالقرب من الهيئه؟ فراس، الله يمسيك بالخير. فارس، عفوا. فارس، انت والمشاهدين ومعالي الوزيرة، ما عندنا المطالب، ما في أي مطلب جديد. إحنا على نفس المطالب القديمة اللي كانت ب 13-11 السنة الماضية 2018.
كان في عنا 9 مطالب زي ما تفضل أخوي معاذ ما ذكر لك إياها كاملة. كانت أهمها من ضمن مطالب التاكسي الأصفر تكون تسعيرة التطبيقات السيارات الخصوص اللي بتعمل على التطبيقات إنها تزيد عن تسعيرة عداد التاكسي الأصفر بحد أدنى 30%. نعم. وتم الموافقة عليها مباشرة بلجنة وزارية بوجود دولة رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز. نعم. وكان المفروض أنه يتفعل هذا القرار خلال 10 أيام لأسبوعين. ولحد هاي اللحظة التقاعس صدقا كان من وزارة النقل ما رفع بالنظام أنه يتعدل تصير لغاية 30%، ظلت على ما هي حسب التعليمات السابقة، ظلت على ما هي 15%. وإحنا راجعنا الوزارة ومعالي الوزير ومدير الهيئة السابق والحالي مرارا وتكرارا إنهم يعدلوا التسعيرة ويعطونا وعود الشهر القادم بداية الشهر في الجريدة راح تيجي الجريدة الرسمية. ولكن يعني أستاذ صدام هنالك هذا الكتاب وكتاب رسمي صادر عن هيئة تنظيم النقل البري مروس بتوقيع من عطوفة المدير العام الدكتور بشار العمري إلى السادة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي والسفريات الداخلية والخارجية ومراكز أسواق. القضية الرابعة هي تعديل نظام النقل الركاب خلال استخدام التطبيقات ليصبح فرق التعبة 30% على الأجرة المعتمدة لسيارات التاكسي الأصفر ورفع التوصية بذلك إلى مجلس الوزراء الموقع. كلام سليم، هذا القرار اليوم صدر. نعم. اليوم صدر. نعم، احنا هذا القرار المفروض يصدر من سنة، فهذا سبب انه خروجنا للمسيرة رقم واحد للمطلب الاساسي هذا. في عندنا مطالب اخرى كمان، يعني في من ضمن التعليمات اللي نزلت بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/2 هي طبع على الابواب الجانبية للسيارات العاملة على التطبيقات، وحتى مواصفاتها نزلت بقطر 30 سالتي بشكل دائري، والمفروض يكون القرار نافذ عليهم خلال شهر من نزوله بالجريدة الرسمية. ولحد هاي اللحظة وزارة النقل في تقصير إنها ما رفعت أصلاً لإدارة السير والجهات المسؤولة بإجبارهم إنهم يلتزموا بالطبع هاي. هذا مطلب أساسي إلنا، وهذا المطلب هو اللي تقريباً بحل من مشكلتنا من 60-70%. نعم. مشكلتنا الأساسية برضو عنا التطبيقات الأخرى اللي بتعمل بدون ترخيص. هاي الطبعة بتضبطها، أنت حاصل على ترخيص معك تصريحك، الطبعة بتميزك بالنسبة لرقيب السير. ولا كم لدينا تطبيق مشغل الآن بالأردن؟ المرخصين بشكل رسمي 4 شركات. نعم. 6 شركات، شركتين قديمات الكل بعرفهم. أه. وقبل حوالي 3 أشهر تم ترخيص 4 شركات جديدة، اشتغل منهم حاليا شركتين وفي شركتين في الايام القادمه. وهل السوق القادمة يحتاج الى هذا العدد؟ لا السوق لا يحتاج، السوق اطلاقا لا يحتاج. نعم. السوق حتى التاكسي الاصفر لحاله، بعدد التاكسي الاصفر عمان لحالها 12,000 تاكسي تقريبا لحاله، التاكسي الاصفر هو يعني بوفي بالغرض، هو يعني على استعداد انه يقدم هاي الخدمه، وهي من باب اولى المفروض تكون هاي الخدمه مقدمه من خلال السيارات العموميه وبالتحديدا التاكسي الاصفر. ولكن انت يا حكومه ما هيأتي هذا الشيء، ما وجدتي، ف يعني صار لهم يعني الباب مفتوح واخذوا تسهيلات من المسؤولين من وزاره النقل، من مسؤولين بهيئة النقل، يعني اجتهم تسهيلات واجتهم زي هدية انهم تفضلوا. يعني هاي التسهيلات الموجودة عند شركات التطبيقات اللي اخذتها بنفوذها، لو موجودة لو اعطوها للتاكسي الاصفر لقدم خدمة افضل بكثير من الموجودة حاليا عند التطبيقات. نعم. ولكن كتطبيق كتاكسي اصفر كيف بدي اقدم هاي الخدمة وهي هاي الخدمة مش موجودة عندي، هي محرمة على التاكسي الاصفر للأسف لحد هاي اللحظة. حتى تطبيق خاص للتاكسي الأصفر انطلب فيه وتوافق عليه من دولة رئيس الوزراء وإعفائه من الرسوم كاملة، ولما تقدمت شركات بدها تشغل التطبيق ما شركات من التاكسي الأصفر. نعم، من الشركة من نفس القطاع التاكسي الأصفر صار الرد إنه لسه ما إجا الإعفاء، مع أنه دولة رئيس الوزراء وافق عليه ب13/11 إعفاء التطبيق الخاص بالتاكسي الأصفر، يكون خاص بس بالتاكسي الأصفر ويقدم الخدمة مقابل رموز مقابل عمولة رمزية. نعم. يعني معاليك، منذ بدء تطبيق التطبيقات الذكية بالأردن، تطبيقات النقل العام قبل حوالي 2 أو أكثر لربما أكثر، يعني هي حرب
ما بين التاكسي الأصفر وما بين التطبيق؟ يعني الوزارة الحكومة تتدخل تلتزم تطلق وعودا، ولكن تعود الأزمة إلى التجدد. يعني أكثر من اعتصام نفذه مشغلي التاكسي الأصفر، أكثر من يعني لربما اعتصامات أصحاب التكاسي، مشغلي التكاسي، سائقي التكاسي هي الأكثر مطلبيا في الأردن خلال السنوات الماضية. يعني لماذا تعود هذه الأزمة؟ لماذا نصل إلى هذا المستوى من التوتر؟ لماذا تصل إلى يعني القضية إلى هذا المستوى من التعامل والإدارة؟ يعني شكرا على الاستضافة أخ فارس، يعني وشكرا للإخوان على هالإجازة اللي حطونا في جملة مطالبهم. بس خلينا يعني نرجع للتاريخ. تفضلوا الإخوان قالوا فيه الخدمة وعدد السيارات التاكسي والعديد من القضايا اللي كان الناس يعني شكاوى مستمرة على نوعية الخدمة اللي بتقدمها سيارات التاكسي الأصفر، خدمة سيارات التاكسي الأصفر. هلأ كل ما بيكون في تغيير أو نمط جديد بيدخل على السوق، الناس صعب إنك تستوعب هالتغير اللي حدث. يعني التاكسي احنا عايشين في خلال 60 سنة من عمر الدولة، في عنا سيرفيس، في عنا تاكسي، في عنا باص. هلا الدنيا عم تتغير، والتطبيقات الذكية، ترى قبل ما يجي التطبيقات، خلينا يجي تاكسي، ما هو كان نوع من انواع التطبيقات اللي انت مفروض على التليفون. قبل ما يكون في نظام هلا السمارت فون، كنا بنحكي وكانت من متطلبات انه يكون في عندك مكتب تاكسي، يكون في عندك كول سنتر، يعني مركز للاتصال يعني، عشان الناس توصلهم الخدمة ويكونوا عارفين ينظموا حياتهم، ينظموا برامجهم للتعامل أو لطلب هاي الخدمة. يعني أنا كمان مش مطلوب من المواطن أنه يكون في الطريق يستنى ربع ساعة ونص ساعة، وكان هذا إشي يعني كلنا نلمسه عبين ما تاخذ سيارة تاكسي. وإذا نوقف تاكسي بسألك أنت وين رايح، لا أنا مش هذا خط الاتجاه، كل هاي أنا إخواني ما بدي تاخذوها إنها يعني، بس هاي هي إشكالات كنا نعاني منها، تجاوزات يعني تجاوزات للأسف. يعني قد تكون تجاوزات البعض، ولكن تجاوزات البعض هاي بتاخذ الصفة السلبية. الإنسان في طبعه دائما بتطلع على السلبي، بتطلعش على الإيجابي، بتطلع إنه في أكم من واحد يعني من بعض سائقي التاكسي يمكن تكون معاملتهم سلبية، ما بيلتزموا بالقوانين، مش مستعدين يحملوا، يمكن مرات. لكن يعني معليك أنت كيف تقيمي إدارة الحكومة، وزارة النقل، هيئة النقل بالتعامل مع هذا الملف؟ لماذا يتجدد الاحتجاج بين فينة وأخرى؟ خلينا نحكي شو الاحتجاج. هلأ صار في عندك خدمة ثانية، خدمة اللي هي التطبيقات الذكية، ومرينا بمخاض عسير انه وقتها هل هي قانونيه او مش قانونيه. وهنا بتفضلي النقطه اللي انت حكيتها، انه لماذا هذا الاجراءات بتصير. لما دخلت نظام او خدمه التطبيقات الذكيه، هذا بعود لباخر 2015، يعني احنا بنحكي على 4 سنين، يعني بنحكيش بس على السنه اللي فاتت وكان بدون ترخيص. هلا بدينا نحكي انها في ترخيص في السنه هاي، اما مضينا 3 سنوات واحنا صفه الترخيص هاي ما كانت واضحه. هلا مش بس المهم صفه الترخيص، المشكله اللي حكوها الاخوان الاعداد. يعني انا بدي ارخص الخدمه، هلا حاليا حسب ما بتذكر في 13,000 مركبه مرخصه ضمن التطبيقات انها تعمل، وهلا مع دخول الشركتين هذول راح يعني مع فيها مع الاربعه الجداد يمكن راح يزيدوا العدد، ما بعرف، فزادوا 3 وعوموها. فهاي العدد بفتره كان في عندك 40,000، بس ما بنعرف. بس ما عندنا دراسه لحجم السوق الفعلي، لان هاي نوعيه خدمه مختلفه عن يفترض. خصائص الخدمه اللي بتقدمها سيارات التطبيقات الذكيه مختلفه عن نوعيه الخدمه اللي بتقدمها سيارات التاكسي. الحجم السوق هو حجم السوق، ولكن السوق فيه شرائح. فالمش من المشاكل اللي بعتقد انه زملائنا في الهيئه كان بعض العناوين لازم يجاوبوا عليها. اول شيء صفه الترخيص، وتم الإجابة عليها ورجعوا لقانون الهيئة اللي بيصرح للهيئة إنها تقدم خدمات نقل بأنواع مختلفة. وقالوا التطبيقات الذكية تندرج ضمن قانون هيئة النقل البري تحت هذا المصطلح، ومن هذا المنطلق تم تشريحها. الإشي الثاني كان العدد.
يعني هل بدنا 10,000 بدنا 15,000؟ اجتهدوا. هلا عم نحكي انه عندنا 13,000 واللي كان يستخدم التطبيقات الذكيه صار يلاحظ والعدد قابل للارتفاع. هلا هو سوق يعني اول شيء بدوا ب 10,000 بعدين زادوها 3,000. زمان كان نحكي 40,000. الناس اللي كانوا يستخدموا التطبيقات الذكيه زمان كانوا يحسوا ان الخدمه كانت اسرع. مع انخفاض العدد صارت الخدمه ابطا من ما كانت سابقا. فاذا حطينا الغطاء القانوني حطينا العدد، هلا بيجي التسعيره. التسعيرة اللي بنحكي عنها هلا، التسعيرة هل هي بأعلى 30%؟ التسعيرة في جزء منها للهيئة وفي جزء كمان الشركات الكبيرة، واحنا وانا مش رح يعني نستعرض اسماء شركات، مش بس المبلغ الاساسي، المبلغ بضربوه كمان بمعامل معامل ساعة الذروة، ممكن يكون ضعف المبلغ اللي هو الاساس، ممكن يوصل لثلاث اضعافه. فبالتالي يعني التعرفة تزداد طبعا التعرفة، التعرفة مش ثابتة، يعني مثلا بالتاكسي مثلا بقول لك في تعرفة نهارية وتعرفة ليلية، في التطبيقات الذكية لا، في مثلا بالعيد بفترة مثلا بتكون الريت المعدل الاجراء مختلفة. وهذا عليه بالنظام لا هلا هون هاي شغله ثانيه، المواطن اللي بيطلب الخدمه هو اللي بيعرفه، وهي اتفاقيهم بيقولوا لك اذا طلبت الخدمه بهذا الوقت هالقد السعر. نعم. اذا اخترت انت توافق عليها، انت اخترتها كمواطن كزبون يعني كانسان طالب هالخدمه بتدفع. ولكن هذا بيعطي صلاحيه للمشغل. هلا هون اللي هي هون للهيئه مثلا جزء من التدخل، مش بس والله 30%، كمان نيجي نقول في سقف، يعني انت مثلا اذا بتحكي 30% زياده في حده الاقصى يمكن تزيد 50%، بس ما تصيرش ضعف. نعم. ضعفين ونص مرات. فبالتالي هاي كمان المطلب الثالث. هلا الاخوان عم بيحكوا على الترميز، هي وردت في التعليمات اللي صدرت للتطبيقات الذكيه انه يكون عمليه ترميزها. هلا هون هي قصه خلافيه، كيف اليه الترميز؟ هل هو برقم ولا نحط انه في دائره؟ الكل يمكن من الأسباب الإقبال الناس على خدمة التطبيقات الذكية إنها ما يكون لهاش الترميز، فعشان هيك رح تلاقوا يعني في عزوف من بقدموا خدمة التطبيقات الذكية لأنها تصير لها وسم خاص إن هاي التطبيقات الذكية. فالمراحل هاي اللي إذن بتشوفها تخبط، ولكن هي مراحل يفترض إنه تكون واضحة أمام. يعني أنت ترى بأنها تنظيمية أم أنها مرتبكة؟ لا خلينا أقول إجانا خدمة إحنا ما كناش قادرين نحضر حالنا مسبقا. لكن 4 سنوات كافية لأن يتم وضع الأنظمة. لأنه زي ما حكينا في كان أول إشي خلاف تشريعي، بعدين خلينا نعترف يعني أنا يعني إنسان صريح. نعم. احنا مرات بنتعامل مع اي قضيه بالاجزاء، بنتعاملش معها في الصوره الكامله. يعني انا يمكن قبل مقابله مع احدى المحطات حكيت اول خطوه لازم تشوف حجم السوق وتحط خصائص وتدرسها. فاحنا صرنا اخذنا شرعنا التعليمات بس ما كملنا الدراسات واقرينا التحديد للخدمات اللاحقه بوقتها. نعم. يعني اصدرنا النظام او التعليمات بس ما حكينا المواكبه. نعم. التسعير تكون واضحه، طلبوا انه 15% 3%، طبعا 30% على اي اساس؟ على أي أساس؟ ال10,000 وال13,000 على أي أساس؟ هاي الأمور لازم تكون لما بتشتغل. وهذا ما لا تجيب عليه الهيئة. يعني أستاذ معاذ، اليوم الهيئة في خبر بيان صحفي نشرته مساء اليوم قالت بأنها هنالك إجراءات فعلية لتنفيذ مطالب سائقي التاكسي، وأنتم اليوم التقيتم بمعالي وزير النقل المهندس أنمار الخصاني ومدير عام هيئة تنظيم النقل الدكتور بشار العمري وتلقيتم وعودا إيجابية بالاستجابة لمطالبكم غدا. هل أنتم ماضون بالاعتصام أم ستتوقفون؟ إحنا الآن أجلنا الاعتصام. نعم. أو علقنا الاعتصام، وأصلا اعتصامنا نفسه كنا مسمينه مسيرة الغضب الأولى، لأنه إحنا عارفين هاي الإجراءات، وبدك أول شيء تأخذ القرار وتحط آلية التنفيذ وتحط إشي. وأنا بدي ألفت انتباه معالي الوزيرة السابقة إنه إحنا اللي دفعنا الحكومة لترخصهم، ما كان في أي اتجاه لترخيصهم، ولما كنا ندفع ترخيصهم كنا ندفعه للترخيص العمومي. احنا طالبنا ترخيصهم على العمومي، ما طالبنا أبدا أنه يترخص على صفة الخصوصية، ونزلت تعليمات كاملة، تعليمات سمارت كاب، وكان على الصفة العمومية والسائق العمومي. ومثل ما ذكرت أنا في الحلقة السابقة تغيرت بقدرة قادر هاي التعليمات 5-6 مرات. لكن احنا يعني أنا شخص بحب أنسب الفضل لأهله،
يعني معالي أنمار القصاونة من لما إجا على الوزارة صدقا اندفعت أمورنا أكثر لقدام بالنسبة للتطبيقات، بالنسبة للإجراءات اللي عليهم، بالنسبة لأوضاع التاكسي. ولكن الأزمة ما زالت قائمة وأنتم تحت تعتصمون يعني. صح، الأمر كامل مش بإيده مثل ما حكينا قبل اللقاء، يعني بيد من؟ يعني بيد أكثر من جهة. لما بده يفرض مثلا تغليظ العقوبة بقول لك أنا مش مشكلتي، أنا أديت اللي علي، خاطبت دائرة السير. يعني إذا ما خاطبت وزارة النقل الآن بالنظام الجديد التطبيق عمومي النمرة؟ لا لا، إحنا كله خصوصي. نعم. إحنا طلبنا فقط طلبكم أنه طبع عمومي. لا لا لا، إحنا طلبنا طبع على الجانب، ما بدنا إياه عمومي. نعم. إحنا طبع على الجانب، أصلا رفضوا ديوان الرأي والتشريع من 13-11 المرة الماضية. حكى لك مدام السيارة خصوصي ليش يسوق عليها عمومي؟ يعني يعكس انه يكون السائق، احنا كنا طالبين السائق عمومي لتوفير فرص عمل للمتضمنين. نعم. اللي ما كان صاحب سياره السائق المتضمن هو ياخذ هاي الفرصه اولى من غيره، لكن الامور قاعده بتندفع الان بالاتجاه الصحيح. وانا صدقا بحكي لك وزاره النقل مش بايدها كل الصلاحيات، يعني مثلا التطبيقات الغير مرخصه. طب انا لما خاطب هيئه الاتصالات ووزاره الاتصالات واجتمعنا مع معالي وزاره مع معالي وزير الاتصالات أكثر من مرة يقول لك أنا ما بقدر أسكرها، طيب إجراء رادع ثاني خلنا نتخذه عشان نمنع أي تغول على هذا القطاع. إنه خلنا يعني الآن سامعاد أنت تستطيع أن تشغل تطبيقا في الأردن بطريقة غير قانونية وأن تقدم هذه الخدمة للمواطن. كوين كار خلنا أسميه على الهواء. نعم. دفعنا شاب من أصحابنا إنه روح هاي سيارة وسجلها شوف قديش أعداد السيارات المسجلة عندهم. وعامل وبتقدر هسه تطلبه ويجيك 33,000 مركبة لا عندك داتا عنهم ولا بتعرف طريقة شغلهم ولا مين اللي بيشتغل معه ولا أنت عندك تقدر تضبط تسعير. إذن 13,000 فقط مرخصات المرخصين. وحتى المرخصين احنا ليش طلبنا الربط الإلكتروني؟ حتى المرخصين ما بتعرف كم سيارة مشغل. يعني مثلا مرخص له 5,000 سيارة ماشي الحال، إذا شغل 10,000 ما عندك آلية للرقابة، إذا شغل أكثر ما عندك. الثلاث تطبيقات اللي منحوهم بتعهدات 385 تصريح فقط. أنا طب هذه التطابيق يعني معروف ملاكها؟ يعني معروفين ملاكها، معروفين. وإنت لو ما عرفت الملاك تبعه ممكن إنك مثلا، لنش بقول لك إنها مش من وزارة النقل، ممكن إنك مثلا كأجهزة أمنية تمسكوهم يا أخي، شكينا للمحافظ، شكينا شيء. هسا إحنا شو عملنا برضو؟ هذا مقترحاتنا. لجنة رقابية تشكل منا، وهذا من مطالبنا اليوم واللي توافق عليه اليوم بشكل رسمي، لجنة رقابية منا ومن نقابة أصحاب السيارات، من الأمن الوقائي، من إدارة السير، ترخيص المركبات، هيئة النقل وهيئة الاتصالات. هاي اللجنة عشان التطبيقات يعني يتم مراقبتها. أنت عندك نمط جديد إجا زي ما تفضلت معالي الوزيرة، استحدث نمط جديد، لازم برضو تستحدث عندك بالهيئة أو بالوزارة آلية معاملة جديدة معهم. رقابة تقصد؟ مش معقول مش نقابة، لا رقابة متطورة. رقابة 100% تكون في رقابة عليهم مثل ما هم قاعدين بيشتغلوا. كيف أنا مش ضابط أعداده والسقف الذروي اللي هم بيعملوا فيه بتوصل لثلاث أضعاف وبيستغلوا بالسعر، بيستغلوا بالمطر بتلاقي ثلاث أضعاف. مشوارك اللي بتطلع فيه على التاكسي الدينارين بتطلع بالتطبيقات بثمانية وتسعة دنانير، إشي مش طبيعي يعني. فهذا كلياته قاعدين بيتحكموا بالمواطن على كيفهم. الناس كانت تزعل من التاكسي. طب الآن بتقديرك كم عدد المركبات اللي عاملة على تطبيقات بغير مرخصة؟ مش أقل من 15,000، من 15,000. أنت تحدث عن 33,000 لأحد التطبيقات. نعم، لأنه لما مرة لاحقناهم مزبوط، كنت أنا والأخ صدام مع بالتنسيق مع المحافظة والأمن الوقائي نلحق المكاتب ونشمع المكاتب. أنت تحدث تطبيق واحد 33,000. نعم. كيف تقول 15,000؟ حس التطبيق مش كلهم شغالين مع 33,000. بيكون اللي سجل عنده 33,000. نعم. وهذا له 8 أشهر، جزء 20,000 زهقوا من هاي الشغلة. نعم. تركوا. بس في عندك نسبة كبيرة وبنعكس على شغلنا. إحنا ببين عنا أول ما تحارب هاي التطبيق المش مرخص ببين الشغل وفرق الشغل على أرض الواقع. بس أنتوا التاكسي الأصفر أخذتوا فرصة إنكم تشغلوا التطبيقات الذكية؟ لا لا ما أخذنا. كان إحنا نشترك مشروع لتاكسي جو. هذا من تطبيق الأمانة بعد إذن أخوي صدام. هذا مشروع عطاء للأمانة وعطاء بدون أي دراسة. أنا كنت أحكيها للمسؤولين في أمانة عمان، أنتوا شفتوا هذا الأمر في تركيا، شفتوا تاب
ومربوط على عداد وجيتوا بدكم تطبقوا عنا، بس ما عرفت قديش حق التاب، ما عرفت هذا العداد كم التطور تبعه وقديش سابق العداد اللي عندك هون علشان هاي الآلية تزبط عندك. نعم. ما في أي دراسة عليه، قدموا العطاء لأنهم شافوه على اليوتيوب. شغل فقط. هذا العطاء شغل ما نجح، وطالبوا المشغلين إنه تعديل على هذا العطاء، واستهدف التاكسي الأصفر هو كان. نعم. خدمة للتاكسي الأصفر، لكن كانت قوانينه من أمانة عمان مش ناجحة. نعم. يعني أستاذ صدام، يعني أجاوبك على نفس السؤال كمان أكمل لك. التطبيقات بسنة 2013 أول ما بلشت، بلشت على التاكسي الأصفر من خلال تطبيق اللي سكر حاليا كان اسمه جيني، واستمرت تقريبا لمدة 4 سنوات وقدموا أفضل خدمة. نعم. ولكن الشركات هاي مصلحتها وجدتها عند السيارات الخصوصية. السيارة الخصوصية بتحط عليهم عمولة أكثر، عرفت كيف؟ ما عنده بديل، مش زي التاكسي الأصفر ممكن واحد يأشر له، دائما موجود أونلاين. بتحكموا بالتسعيرة، بتصير كثير أعلى، يستغلوا فيها المواطن. يعني ممكن يعني طلبك دينارين ممكن يخليه 4 دنانير. لما تكون على سيارة خصوصي المواطن ما بجوز، ما بيشتكي، ما في مشكلة كونها سيارة خصوصي. بس لما أطلع بالتاكسي وكون من خلال التطبيق وطلبك أبو الدينار يكون دينار ربع، كل المواقع الإعلامية بتحكي عنك بهذاك اليوم. نعم. ما حوش كتاكسي أصفر. نعم. فهاي الشركات وجدت مصلحتها مع السيارات الخصوصية لمصالحها الخاصة، عرفت كيف؟ مش بالنسبة للمواطن. وهاي الخدمة أول ما بلشت من عند التاكسي الأصفر عند شركة جيني، واستمرت لمدة 5 سنين، بعدين شوي شوي دخلوا السيارات الخصوصية معهم وقوننوا هذا الشيء. نعم. بدي أجاوب معالي الوزيرة على بعض الأسئلة اللي حكتهم أو بعض الملاحظات اللي حكتهم بالنسبة للتجاوزات اللي بتصير عن بعض سائقي التاكسي. أنا ليس دفاعا يعني، ولكن من أمن العقوبة، من أساء العقوبة، من أمن العقوبة أساء الأدب. نعم. التاكسي الأصفر ما في له أي مرجعية، هاي المشكلة اللي بواجهها التاكسي الأصفر. المفروض مرجعيته تكون موجودة بالنسبة مثلا نحكي لتاكسي عمان، المفروض أمانة عمان أو هيئة النقل أو وزارة النقل. هاي المشكلة اللي بنواجهها بالتاكسي الأصفر، ما في مرجعية، حتى رقم شكاوي ما في، بيجي بيحكوا لك فيه على لوحة المعلومات، غير فعال، شفنا مش فعال وما في مرجعية، وبتروح وبتشكي وما في. طب أنتم كأصحاب تكاسي أو كجمعية نقابة لأصحاب التكاسي، لماذا أنتم لا ترتقوا بالخدمة؟ إحنا مش مسؤولين، هاي مسؤولية الوزارة. نعم، هاي مسؤولية الوزارة. وهاي يعني هذا يعني أنتم الآن في تحدي. نعم. أنت الآن في تحدي، يعني هي مواجهة حياة أو موت بما يتعلق بهذا التطور التكنولوجي، بما يتعلق من حتى سياسات النقل العام وقوانين النقل العام. حكى لك الأستاذ معاذ، ولكن التقاعس من عند الوزارة، طلبنا نعمل لجنة رقابية على التاكسي الأصفر والتطبيقات وتوافق عليها من السنة الماضية لحد اليوم ما تفعلت هاي اللجنة. إحنا يعني الآن التاكسي الأصفر في عمان. نعم. مرجعيته ليست أمانة عمان؟ أمانة عمان. نعم. إذن والمحافظات للهيئة. هون اللي حلكت الاتجاه على مكتب سياحي، رن على الشكاوي. نعم. المحطوط على كرت الاتجاه طلع لمكتب سياحي، يعني مش لا أمانة عمان؟ لا ولا لهم دخل، هذا الرقم اللي انت حاطه لتشكي لشكاوى المواطنين. لشكاوى طلع لمكتب سياحي بيقول لك عم انا والله ما لي دخل بالموضوع. ما هو الرقم؟ عندك الرقم موجود على كرت الاتجاه بالسياره، بجيب لك اياه. يعني بترن عليه بيطلع مكتب سياحي ما له علاقه بشيء اسمه شكاوى. يعني انت خطأ في الرقم عليه؟ ما اظن، يعني مش معقول مطلع. يعني مش معقول يعني نحط لك رقم احنا بعد تعديل كرت الاتجاه. لا يعني 40 سنه ما في على كل. يعني بالنسبه لمعاليك حكيتي بالنسبه لموضوع المواطن ورغبته، معلش بدي احكيها من خلال منبركم، من متى الحكومه بتنظر لرغبه المواطن عندنا؟ انا رغبتي تكون تنكه البنزين لما اطلع بسيارتي تكون ب 4 دنانير و5 دنانير ردين علي، رغبتي ما ادفعش ضريبه 16%، رغبتي على فاتوره الكهرباء ما يطلع علي ضرائب اخرى. وهي الحكومه ما بتنظر للرغبه. نعم. بس اجت تنظر على رغبه المواطن بس بشغله التطبيقات الخصوصيه بنفوذها على وزاره النقل. طيب يعني مرفوض هذا الشيء. انا ما يعني الحكومه يا بتنظر لرغبه المواطن بكل الامور يا اما ما تنظر بجزئيه. يعني انت ترى بانكم مستهدفين؟ يعني مستهدفين. نعم. نعم. يعني سنتوقف عند هذه الملاحظه استاذ صدام. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعاود اكمال حديثنا عن موضوع هذه الحلقه.
أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد، وأجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو، وأذكر مشاهدي متابعي الأردن اليوم على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر بأننا طرحنا سؤالا للمشاهدين المتابعين بأيهما تفضل استخدامه، التاكسي الأصفر أم التطبيقات الذكية. نستقبل إجاباتكم تفاعلاتكم عبر صفحات الأردن اليوم على السوشيال ميديا. يعني معاليك يعني قبل الفاصل لربما وضعنا يعني الأستاذ صدام والأستاذ معاذ يعني ما بين ما يتعلق بما نسميه بتشتت المرجعيات بما يتعلق بإدارة النقل العام بالأردن، هنالك هيئة، هنالك أمانة عمان، هنالك وزارة نقل، لربما هذا هو الذي يعني يسدي على يعني تشتت القرار، هذا الارتباك، هذا التخبط الذي يتعلق بسوء خدمات النقل، يتعلق بأزمة النقل العام أيضا في الأردن، يتعلق بهذه السياسات يعني العرجاء، الأنظمة، التشريعات العرجاء التي ما يمر يعني شهر شهرين ثلاثة إلا يجري تعديلها وعادة النظر فيها بضوء أكثر من سبب. شكرا سيدنا. خلينا نحكي في تعدد مرجعيات، ولكن تعدد المرجعيات جاي بقوانين سيدنا. نعم. بال2007 خلينا نحكي كتاريخيا لقوانين النقل، بال2001 تم إنشاء هيئة تنظيم نقل الركاب، آنذاك كانت نقل العام، حتى هيئة تنظيم النقل العام، واستمرت بعملها لل2010 وتم تغيير اسمها، صارت هيئة تنظيم النقل البري عشان يندرج تحتها نقل البضائع زائد نقل الركاب. تاريخيا مؤسسة النقل العام، مؤسسة النقل العام هو مشغل، خلينا مش منظم. نعم. كان لما في الوقت اللي كان في مؤسسة النقل العام بتقدم الخدمة كان في وزارة النقل وكان في وزارة الداخلية اللي بتنظم تعطي. نعم. التصاريح للخطوط. بال2007 خلال هذول الفترتين كان إجا في قانون مؤقت أناط بأمانة عمان عملية تنظيم النقل العام داخل حدود الأمانة، وكمان بنفس الوقت بهذيك الفترة مش بال2007 مش حاضرني التاريخ بالضبط، اللي هي كمان العقبة أخذت صلاحية تنظيم نقل داخل حدود مدينة العقبة أو سلطة منطقة العقبة الخاصة. فبالتالي هاي الأعمال كلها ضمن تشريعات، ضمن تشريعات كل واحدة فيهم عم تعطي مسؤولية، بس عملية التشريعات الأساسية في فرق بين أنك تنظم العملية وبين أنك تحط التشريعات. التشريعات هي بتصدر بموجب قانون الهيئة اللي هي أناط حتى للأمانة عملية متابعة تنفيذ أو تنظيم النقل العام داخل حدودها بموجب مادة في قانون الهيئة وقانون نقل الركاب. وأنت ترى بأن هذا صحي مثلا؟ هل هذا سليم؟ هل هذا في دائرة الصواب يعني بما يخدم القطاع ومشاكل في القطاع؟ في بعض الأشياء الأمانة أو البلديات ما إلهم دور أساسي. نعم. وفي أشياء لا إلهم دور. بمعنى ليش صار الحكي كله، ليش صار عملية نقل الصلاحيات؟ اللي بيملك المرافق داخل البلديات مين؟ البلدية. نعم. وبالتالي أنت كموفر أو منظم لعملية النقل البري أنت عم تعطي تصريح لباص على مرفق لا تملكه، بينما الأمانة لما بصير التنظيم داخل عملها هي مسؤوليتها توفير محطات الباصات، توفير المجمعات، عملية صيانتها، خدمة، حتى يعني جزء من مشاكل النقل العام وحتى التاكسي بنعكس عليها الازدحامات المرورية. طبعا عليك ما رأيك بقصة الرقم بما ذكره معاذ ما هو بس خليني أكمل، اللي هي عملية التنظيم كتير مهم إنها تتولاها داخل حدود البلدية، التنظيم، التشغيل. نعم. الأمور التشغيلية وليس الأمور التشريعية. التشريعية بدك مرجعية ثابتة على مستوى المملكة، ما بصير التشريعات إنها تظلها متقلبة متغيرة، بدك تكون عندك تشريعات واضحة ثابتة الناس تشتغل عليها، وهذا هو كمان نوع من أنواع الاستقرار للناس لما بيستثمروا. نعم. هلأ قصة 33,000 اللي حكاها هي تجربة، يعني الناس إنه قديش ممكن يسجلوا، بس قديش الفاعل منهم يعني كان في حكى. ونرجع اللي حكيته قبل شوي، أنا ما في عنا دراسة فعلية عشان تحدد قديش الطلب اللي بيحتاجه السوق
اللي حكى أخونا على الرغبات. يا سيدنا ما في دراسة رسمية، بس يعني كمان لازم يكون هاي أشياء معطيات، زي ما القرار لازم يكون مبني على أرقام وعلى حقائق. ما بصير أنا أقرر بدون ما يكون عندي أرقام أبني عليها قرار. يعني هذه من عيوب التخطيط يعني. نعم هذا من وحتى عملية صناعة القرار. صناعة القرار يجب أن تبنى يعني في رغبات اللي تفضلت فيها. كمان أنت عندك رغبات لما بتقولي أنا خليها 30%. طب على أساس أنت قلت 30%؟ هاي برضو رغبات. بإطار تخطيطي وتنظيمي أيضا، لما تتحدث عن 13,000 سيارة غير مرخصة، 15,000 لا 13,000 المرخص مرخصة، 15,000 غير مرخصة، 25,000 سيارة تتحرك بعمان يوميا، هذا لا يضاعف أزمة السير؟ هذا 13,000 لا، هو أنت بدك يضاعف أزمة السير. سيارات الركوب الصغيرة اللي هي تاكسيات الصفر يعني؟ لا، سياراتك الخصوصي اللي لك هي اللي بتضاعف. يعني نعم. إحنا عم نحكي عن 1.5 مليون سيارة في مسجلة، مش بالضرورة تكون عاملة في الأردن. أكثر من 60% منها، أو إذا بتطلع على الإحصاءات بتوصل ل 70% منها في أمانة عمان. نعم. يعني أستاذ صدام، أنتم دائما يعني في حديثكم تتهمون جهة ما بأنها تقدم امتيازات، تسهيلات، دعم غير يعني غير منظور أيضا إلى جماعة التطبيقات، شركات التطبيقات. نعم أستاذ، الجهة بالتحديد وزارة النقل بالأساس. الخدمة هاي إحنا بلد قانون ومؤسسات، القانون بنص لك قانون السير لا العمل مقابل أجر. أين تلامسون أنتم الدعم والامتيازات المقدمة للتطبيقات؟ عفوا، أين تلامسونها يعني بالإجراءات، بالقرارات، بالقوانين، بالأنظمة؟ تخبط بالأنظمة، تخبط بالأنظمة، كل يوم قرار جديد، كل يوم تعليمات جديدة. بالأساس هاي المفروض هاي الخدمة إن وجدت بالعالم ككل موجودة خدمة جديدة، وإحنا كتاكسي أصفر ولا حتى كل الناس مع هاي الخدمة ومع نعم. تطور هاي الخدمة، ولكن هي بالأساس المفروض إنه ينعمل لها زي ما تفضلت معاليها دراسة، جهة دراسة لحاجة السوق، كم بدنا عشان نقدم هاي الخدمة، كم بدنا نزيد بالأساس المفروض ينزل. أنت صاحب مكتب تاكسي، بتقديرك كم تحتاج السوق لسيارات مركبات؟ مش صاحب خبرة، أنا مش ما عندي الخبرة إني ما هاي جهات مختصة صدقا يعني. بقدر أعطيك رقم. نعم. بقدر أعطيك رقم تقريبي يعني التطبيقات كاملة يعني حاجتها بالسوق ما بتتجاوز 4,000 بس. إذا هناك ضعفين زيادة. حد أعلى. لا مش ضعفين. تقريبا ما يقارب 7 أضعاف المرخص ضعف يعني. ما هو حاليا اللي شغال. نعم. اللي شغال ما يقارب 30,000 حاليا بعد الترخيص وبعد الضبط وبعد ما شددنا عليهم وبعد ما طلعنا اعتصامات. نعم. في لحظة من اللحظات في فترة من الفترات قبل حوالي سنة ونصف وصل عدد السيارات العاملة على التطبيقات تجاوز 80,000 مركبة. شركة بديش أذكر اسمها، كانت الخطة تاعتها إنه يكون عندها 100,000 مركبة. تخيل يعني وين التخبط لو ما إحنا التاكسي الأصفر بتنظيم مع نقابة أصحاب السيارات العمومية اللي إلها كل الشكر، مع أصحاب المكاتب، مع لجنة فرسان الأردن اللي هي كانت الأساس بتنظيم هاي الاعتصامات، ما حطينا لهم قواعد وضبط لهذه. انتم ايضا علقتم اعتصام غد؟ احنا علقنا اعتصام غد لفتره زمنيه، في فتره زمنيه لتنفيذ المطالب اللي اتفقنا عليها اليوم. نعم. اللي هي البدء بالتسعير الجديده ووضع الطبع كحد اعلى، بده يكون السيارات 1/1/2020 تكون لازم يبلشوا انه يحطوا الطبع على الجنب لضبطهم وايضا الهيئه تعهدت بوقف تراخيص مباشره التطبيقات الذكيه. نعم مباشره وقف ترخيص التطبيقات الجديده وسيارات الليموزين ايضا اللي. نعم. هي هاي صارت يعني مهرب ثاني لهم شركات الليموزين وبيشتغلوا على التطبيقات الذكيه نفس المبدأ على شركات مكاتب تأجير. مكاتب تأجير تاكسي. نعم. الليموزين هي عبارة عن سيارة مع سائق اللي هو بندرج زي كأنها خدمة التطبيقات الذكية. نعم. هسه بالأساس خدمة خمس نجوم أستاذ، خمس نجوم. نعم. هي بالأساس هسه التطبيقات الذكية المفروض إنها تكون على السيارات العمومية، هيك القانون. نعم. لا يجوز النقل العمل مقابل أجر إلا على السيارات العمومية، ولازم السائق عمومي والمركبة عمومي، ولكن تم ترخيص هاي السيارات بتجاوزات من وزارة النقل من مسؤولين يجب أن يحاسبوا، يجب أن يحاسبوا عاجلا أم آجلا. تم تشريع تعليمات هشة اترخصوا بناء على هذه التعليمات. الهيئة سمحت لكم قبل أسابيع، أصدرت قرارا بالتنقل ما بين المحافظات؟
تسهيل التنقل هو تسهيل. كان موجود طلب منه يعني مش هو مسامح وانه دراسه عندهم يعني. تسهيل بس هذا احنا اللي طلبناه بناء على اجتماع مع مدير الهيئه. نعم. وكان احد مطالبنا انه بحاله الذهاب ما تحمل التصريح، بحاله الاياب اذا بدك تذهب واياب بتحمل التصريح. نعم. يعني استاذ معاذ في اشكاليه متعلقه بالتامين، هل تم حلها بما يتعلق ما زالت قائمه؟ ما زالت قائمه، وما زالت شركات التامين باتحاد التامين راجعناه وخذنا منه كتاب احنا انه ما بيامن هاي السيارات لانها مش عمومي. نعم. وما بيامن على ركابها اللي معه في حاله الحوادث، وحتى هم شكاوي منهم نفسهم بحكي لك انا رحت وعملت حادث والشركه بتقول لك انا ما بغطيك لانك ستشتغل صفه عموميه، وموجود على صفحات. طب وقعت حوادث يعني؟ وقع حوادث كثير. كيف تم التعامل معه؟ ما تعرفوا عليه وانخرب بيته، دفع له 4-5 آلاف اللي بيشتغل مع التطبيقات هذا اذا ما كانت في اضرار جسديه، وانخرب بيته. نعم. يعني تقدر بس تتابع صفحاتهم شو بينزلوا على المساله، انه يا شباب انا صار معي حادث، لا الشركه اللي انا بعمل معها غطتني ولا التامين غطاني وانا تبهدلت. نعم. سمعنا انه في تغيير للون الاصفر. لسه ما صدر شيء رسمي. ما صدر. لا كيف تغيير يعني؟ تمييز المحافظات. نعم. نعم في كلام من السيد ابو عليم دائره النقل العام، بعد ما تم تحرير التصريح يصير من خلال كرت الاتجاه لتمييز هذه السيارات، سيارات عمان عن المحافظات الثانيه بلون الطنبون، كل طنبون مركبه تكون حسب من زمان التعليمات اللي هي تمييز السيارات أن يكون في لون، كان في أخضر أحمر لكل محافظة. التغى بس يعني أنا قصدي فكرة. هاي فكرة. ستلجؤون إلى القضاء؟ لجأنا للقضاء. سجلت قضية؟ نعم منظورة بالقضاء. نعم. أذكر مشاهدين ومتابعي الأردن اليوم بأن السؤال الذي طرحناه على السوشيال ميديا بما يتعلق أيهما تفضل استعماله، التاكسي الأصفر أم التطبيقات الذكية؟ نسب الاستطلاع جاءت على النحو التالي: 54% تطبيقات ذكية، 46% التاكسي الأصفر. معاليك كيف تقرأ يعني مزاج؟ يعني هذا بيجاوب على اللي حكى أخ صدام قبل شوي. نعم. الرغبات يعني ليش تسألوا الرغبات؟ يعني في كل العالم لازم يكون في عندك مؤشرات عشان تساعدك في توجهاتك في المستقبل. هذا مؤشر يعني، بس هذا لسه كمان إحصائية ما نقدرش نعتمد عليه، بس مؤشر واضح إنه معناته في عنا خلل في خدمة سيارات التاكسي. تفضل أخ فارس سؤال. طب يا عمي ارفعوا جودة الخدمة، هي ما بكفي بس إنك الطالب. خليني أنا أحكي بس في شغلتين. إحنا بنعرف إنها التطبيقات الذكية فيها كذا موضوع. زمان كنا بنحكي على التهرب كمان الضريبي، يعني في جزء بيطلع مش للأردن يعني، خصوصا الشركات العالمية. الشغل الثاني التأمين. التأمين هاي مشكلة في النقل. والآن بتنظم تنضبط هذا هذه المسألة. لسه في أنت في نسبة في شركات هلا عملية تحصيل الأموال لازم أنا ما بقدر أحكي عنها، بس بمعنى أنا مثلا ما تدفع دينار يعني هو معليك تدفع دينار قضية التطبيقات. هذا الملف غامض نتحدث لا بصراحة. ما هو شوف كيف هي بس غامض وفي ملابسات منها. أول إشي عملية ضريبة الدخل اللي تفضلتوا في التأمين. الشغلة الثانية مين اللي بده ياخذ الخدمة؟ بنوه التأمين بس شغلة ضرورية يعني. احنا حق المواطن، وانت معليك كنت بوزارة النقل، انه يكون مؤمن بجميع وسائل المواصلات. صحيح. باستثناء صحيح. التطبيقات الذكية لانها نعم. خصوصي لا. لحد هاي اللحظة المواطن حتى السيارات. طب هذا لماذا لا تلتفت اليه الهيئة مثلا؟ لحد يعني هاي مسألة حق يعني. هاي مسألة حق، بس خليني حتى سيارتك انت هلا لا سمح الله اذا ركب معك حدا كمان في مشكلة عليك انت كسائق تاكسي. في قوانين في قصة التأمين الواحد لازم يكون عارفها. شركات الباصات في كثير حافلات فلسوا نتيجة الحوادث. نعم. وحتى معينها بالصفة العمومية. ملف التأمين ملف شوية معقد، لكن هنا لا يوجد تأمين بالمطلق. لا يوجد تأمين، بس كمان حتى التأمين على وسائط النقل وعلاقة شركة التأمين بالشركات المرخصة اللي بتقدم خدمة النقل العام عليها كمان ملف، وهذا صار له سنين وما وصلنا له. نعم. لحل. هلا قصة الـ 46% و54 الأصل، وخليني أحكي يعني أنا كتير بخاف من الأرقام لو واحد يقول بس بدنا 4000. في مدينة زي روما فيها 88,000 تاكسي يا جماعة، في عمان كلها 12,000، حط فيها هلأ ضيف عليها 15,000 لسه عندك عدد سكان روما مش كتير أكثر من سكان عمان بالوقت الحالي، خلينا نقول نصها
نصها. انت هلا 4 ملايين عمال بطلت زي زمان. انا ما بدافع انك لازم تغرق السوق في عدد السيارات، بس ما بصير نقول 4000 هاي الاحتياجات. هاي اذا ما عندنا رقم صحيح ما بنقدر نحكي فيه. يعني هو رقم تقريبي يعني الاصل انه وبعدين لما تم الترخيص صار في عندك الخيارين، انت فيك تاخذ اللي بسموها الاكونومي الاقتصادي سياره خصوصي، او تاخذ السياره العامه العمومي. بس كمان العمومي مش كلهم بيحبوا انهم يقدموا يسجلوا مع السيارات يعني الأوبر. من اول حلقه لم تجيبيني على سؤال رئيسي ومباشر، هو بان هذا الملف هو غامض، ملف التطبيقات، ملف خلينا إدارة الوزارة والحكومة وتعاملها مع هذا الملف. اللي بقدر أقول لك إياه هو ملف بيتم تطويره، بمعنى التعامل معه قيد التطوير، لأنه في كتير معطيات من بداية العمل فيه يعني ليس وحجية. لا أنت زي كل شيء بالدنيا. أستاذ صدام، هذه النسبة الأرقام يعني أنتم تواجهون منافسة شديدة جدا، لربما تختفوا في لحظة ما نصل إلى أن السوق الشوارع في عمان تخلو من التاكسي الأصفر. 46% نعم. نظري نسبة عالية جدا بالنسبة للتاكسي الأصفر في ظل عدم وجود تطبيق. طب أنت بتقارن لي أنه التاكسي الأصفر بدون تطبيق للتاكسي الأصفر بتقارنه بخدمة مميزة جدا، أوجد الخدمة هاي على التاكسي الأصفر راح تلاقي نسبة بتتجاوز 95% الناس بتختار التاكسي الأصفر. يعني أنت ترى بأنكم ما زلتم منافساً؟ طبعاً منافس وراح ننافس، ويجب حصر التطبيقات فقط على التاكسي الأصفر. يعني هذا السؤال بالمطلق، بالمطلق على عموم المملكة. لأنه في محلات ما فيش تطبيقات، فالتاكسي بيكون هو المتاح. لا هذا السؤال بالمطلق على عموم المملكة أستاذ معاذ. صح؟ نعم. أنا بسأل لو تغيروا صيغة السؤال، شو رأيك بإدارة التطبيقات لخدمة النقل وإدارة الحكومة لخدمة النقل، وشوف جواب المواطنين. المواطن لما أنت قارنته التاكسي بالتطبيقات ما فهم السؤال صح. المسألة مش بس من مقدمة، السؤال واضح، الحلقة الأضعف، السؤال واضح. أنت الآن مواطن طالع بدك تستخدم نعم. تاكسي بتفضل نعم. الأصفر أو التطبيق؟ طب أنا لما بدي أقول لك أنت بتفضل مستشفى خاص ولا مستشفى حكومي؟ يعني مستوى المقارنة بهذا الشكل؟ هيك المسألة، لأنه نعم. هنا شركة ربحية بهمها تراقب وتطور وتراقب منتجها وتراقب الخدمة اللي بتعملها، وناس عندك هناك ما إله دخل بالمسألة، رقم شكاوي بيطلع لمكتب سياحي، فكيف هذا المواطن بده؟ يعني أنتم التاكسي يعني الأصفر بحاجة لتنظيم، بحاجة لتنظيم وارتقاء بالخدمة من فوق من أول، بعدين تيجي على أنت وجهت لصدام سؤال المكاتب والنقابة. نعم. الملكيات الفردية 88% كنقابة ما بيمون عليهم ولا أصحاب المكاتب بيمون عليه. نعم. كيف بده ينظمه؟ كيف نعم. أنا لما أجي أقول له تعال يا صاحب الملكية الفردية ضبط سيارتك، نجد فرشك، ما إلي أي صفة إلزامية عليه. مين اللي بيقدر يلزمه؟ مش الحكومة، مش إدارة السير، مش الهيئة، مش الوزارة. هلا أنكم تشتغلوا مع بعض لما بتشوف أوبر وكريم اللي هم أو السيارات هدول، لأنه في عندهم رقابة ولأنه في إشي اسمه ريتك وتقديم الخدمة ساعتهم بحافظوا. أنتوا طب ليش تضلكم أفراد؟ ليش تضلنا 88%؟ ليش ما يصير عندك شركات؟ دكتور علينا شبيب، شكرا جزيلا لك، والأستاذ صدام أبو السندس عضو نقابة أصحاب التاكسيات شكرا لكم، والأستاذ معاذ السريسي رئيس لجنة التاكسي فرسان عمان العاصمة شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين الحدث، طابت أوقاتكم.